السلام عليكم، تحية كبيرة لموقع طنجاوي أو تائنة طنجاوي. تبارك الله عليكم. اليوم أنا متواجد في مركز اللغوي سونتر أمريكان اللي كاين حدا ميدي أن باش نتبرع بالدم، لأن اليوم هما كينظموا واحد الحملة تبرع بالدم كولابوراسيون مع جمعية اليد في اليد. فهذه مبادرة طيبة من الجهة ديالهم بطبيعة الحال، وهذه ماشي أول مرة، يعني هذه شي ثالث مرة كانت الحملة في طنجة هنايا. كل مرة شكون اللي كينظمها مي كنكون حاضر، لان هذه هي الفرصه ديال الانسان فين يقدر يتبرع بشي حاجه، فين يقدم واحد الصدقه، يقدم واحد الحاجه مزيونه لهاد البلاد. يعني نفرح انا شي واحد اللي كان غيوقع له شي حاجه وخد الدم ديالي وعاش من جديد. فهذه بادره طيبه، وربما غدا ولا بعده نطيح انا في نفس الموقف ونتعتق. فهاد الله سبحانه وتعالى عنده حكمه في هذه القضيه، ان الفصائل الدم، يعني هذا كيعطينا هذا وهذا كيعطينا هذا. فاجيو تبرعوا بالدم، راه غيبقاو حتى 3:30 ديال العشيه، وفيما تشوفوا شي حمله بحال هيدا يعني اجيو. الله يجازيكم بخير، ربي ما غادي يخيبكم شي، واليوم عليك وغدا عليك. مين كيخافوا؟ ما عرفتش مين كيخاف، لا غير حيت اللي كاين اللي عنده فوبيا، كاين اللي عنده فوبيا من الليبر. انا بيدي كانت عندي هذه المشكله هذه مع كورونا، داو ساعد فشو فينا ليبرا ثاني، بقيت كنسقسيهم فين الرابعه ولفت. يعني هذيك غير كتبقى مساله ديال التخوف، الانسان اللي يقدر يطرد ديك التخوف وغادي يزعم وغادي غادي غادي تجي عادي نهائيا. يعني انا بدي في الاول انا قلت غنشوف الدم ديالي هواد وهذا، راه غادي تجيني السخفه. بالعكس يعني عادي جدا، مرحبا بكم. سواء الا كان شي واحد مريض، هذيك بطبيعه الحال الاطباء راه كيقولوا شي حاجه، يعني عنده ما يقولوا في هذه القضيه هذه. انا ما يمكنليش نقول لهم، لان نقول انه عنده هاد بوسيبيليتي وقادر يعطي بالدم، مرحبا، هذه احسن حاجه. تحيه لكم، شكرا. طنجاوي. هذه ماشي أول مرة نشارك، سبق لي تبرعت بالدم بشكل دوري تقريبا. التبرع بالدم كيكون عنده واحد الفائدة، لا المتبرع لا اللي كيتبرعوا له. كتستافد أنك تجدد الدم ديالك، كتستافد بزاف الحاجات لا جسميا، لا كتستافد لأنك تعطي شي حاجة للمجتمع. ما تعرفش في أي وقت تقدر تحتاج الدم في واحد من العائلة ديالك. كنحتاجوا هذه المبادرة تكون بشكل دوري في المجتمع ديالنا، سواء في أمريكان سانتر، سواء في أماكن أخرى. وكنشجع الناس يتبرعوا بالدم. اليوم اليد في اليد مع بتنسيق مع مركز تحقن الدم ديال طنجة ووزارة الصحة، عملنا واحد الحملة تبرعية هنايا في المركز اللغوي الأمريكي. عملناها باش على نظرا للنقص الحاد اللي كاين في المخزون ديال مدينة طنجة بالخصوص والمخزون الوطني عامة. اليوم قمنا بحملة ديال تبرع بالدم، جاو الحمد لله العديد ديال المتبرعين هذا الصباح. الحملة بدات شويش ضعيفة في الصباح، ما دابا الحمد لله بداو كيجيو، وحنا كنناشدو الناس ان شاء الله اللي باقي ما جاي يتبرع يجي يتبرع، راه حنا في امس الحاجة للدم ديالكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.